ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024. وفي خطاب ألقاه في نيو هامشير، وجه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين وصفهم بالمختلين يحققون في دعاوى ضده. أولى تلك الدعاوى تتعلق بسعيه لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية. ترامب ملاحق أيضاً في قضية احتفاظه بوثائق مصنفة بالسرية وقضية مرفوعة وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة، إضافة إلى ملاحقته قضائياً من قبل ولاية نيويورك عن احتيال تجاري تتهمه به. واتهم ترامب الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجري بسبب أدائه الممتاز في استطلاعات الرأي. أرقام استطلاع الرأي الأخير المذهلة هي السبب الرئيسي الذي جعل جو بايدن يستخدم القانون كسلاح. لقد فعل شيئاً لم يفعله أحد أبداً، لم يصل أحد إلى هذا الحد. بايدن أمر بتوقيفي لأني خصمه السياسي الأكبر في منتصف الانتخابات الرئاسية التي يخسرها بايدن بشدة. سوف نحقق فوزاً أكبر وأفضل من أي وقت مضى. لقد زوروا الانتخابات الرئاسية في العام 2020، ولن نسمح لهم بتزوير الانتخابات في العام 2024، لن نسمح بحدوث ذلك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.